فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. التنفيذ اللاعب عمر القادوري لاعب فريق تورينو. مباراة الدولية والهدف والهدف لفائدة المنتخب الوطني المغربي. نوردينا مرابط بضربة رأسية بديعة جدا يتمكن من تسجيل الهدف الأول في حدود الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول. إذن الهدف مبكر لفائدة المنتخب الوطني، والجمهور يتفاعل بشكل إيجابي مع الهدف، وهدف أول من ضربة ثابتة، أول ضربة زاوية، وحضور جيد للاعب نور الدين أمرابط لاعب فريق مالاغا الإسباني. يواصل الحضور في الليغا الإسبانية، أصبح أحد مفاتيح يعني اللعب لدى فريقه. كان حاسما في مجموعة من المباريات، تمريرات حاسمة وتماس لفائدة المنتخب الوطني المغربي. والمنصة المقابلة هذه هجمة عند اللاعب عمر القادوري، محاولة اختراق منطقة الجزاء، محاولة التمرير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، واللاعب عمر القادوري الذي صاحب التمريرتين الحاسمتين، الاختراق من الجهة اليسرى والتمريرة الحاسمة عند اللاعب عبد الرزاق. الحمد لله، تحدث عن هذا اللاعب، لاعب هداف، لاعب متميز ومتألق، ويسجل هدفا اخر لفائدة المنتخب الوطني، والى سجل شخصي رفقة المنتخب الوطني المغربي، هدفه الخامس رفقة المنتخب الوطني المغربي في عدد 10 مباريات يعني سابقة، هذه المباراة 11 رفقة المنتخب الوطني المغربي. إذن هدفين لفائدة المنتخب الوطني. عمر قادوري كان وراء تمريرة يعني ضربة زاوية اللي سجل منها اللاعب أمرابط هدف السابق، ثم هنا التمريرة الحاسمة وتعامل ذكي، تهيئ الكرة، التمويه من طرف لاعب عبد الرزاق. الحمد لله يسجل الهدف الثاني، يعني هداف 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 اللاعب الحمد لله. الهدف الثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي عند اللاعب عمر قادوري، وتسديد والهدف الثالث لفائدة المنتخب الوطني المغربي، مروان الشماخ، والثالثة في الهدف بعد تمريرتين حاسمتين. اللاعب عمر قادوري يضيف الهدف الثالث، 3 أهداف دون مقابل الدقيقة 31. وجميلة الهجمة، هجمة مرتدة سريعة وتمريرة حاسمة واختراق، ثم يعني الهدف الثالث، والهدفين الثاني والثالث بتحركين من الجهة اليسرى بعدما كان البحث يعني عن المحاولات عبر تحركات أمرابط في الجهة اليمنى. يتحول الضغط هذه المرة بسرعة بديهة اللاعب عمر القادوري، ويعني تمريرة جميلة من طرف اللاعب مروان الشماخ، تسديدة هزمت الحارس فابيان فارنول. هنا اللمسة، التهيئ ثم في المكان المناسب أمام يعني غياب مدافع مباشر، التسديدة بالرجل اليسرى في مرمى المنتخب البنيني. 3 أهداف دون مقابل يعني تعطي ارتياح للمنتخب الوطني، وايضا تعطي للمدرب يعني الزكي فرص اكثر يعني اعطاء يعني فرص لمجموعه من اللاعبين الاخرين. بالنسبه للمنتخب الوطني على مستوى الاداء كما على مستوى النتيجه، 3 أهداف دون مقابل، عمل جيد باجراء تبديل اضطراري وحيد في هذا الشوط الاول، خروج لاعب امرابط ودخول لاعب مروان الشماخ. هذه هجمه عند اللاعب نافيو، تمريره جانبيه والهدف، تمريره جانبيه جميله، عمل هجومي جيد من جانب المنتخب البنيني، والهدف عبر اللاعب رودي جيستيد يسجل الهدف. اللاعب رودي جيستيد لاعب فريق بلاكبيرن الانجليزي، تمريره جميله من طرف اللاعب برادو نافيو، ويعني يعني في لحظة يعني فتور في المهمة الدفاعية، التمريرة الجانبية كانت يعني حاسمة في اتجاه اللاعب رودي جيستيد، تسجيل الهدف الأول لفائدة منتخب البنين، هدف جميل. إذا 3 أهداف مقابل هدف واحد، ودقيقتين وقت بدل ضائع رفعها الحكم الرابع رضوان جيد. عمر قادوري في الجهة اليمنى، لم ينتبه له احد، يكون عند اللاعب شكشوح، شكشوح المحاولة والمناورة والدخول والتمرير عند اللاعب ايوب خالق، المحاولة جميلة ضاعت للاعب شكشوح، تبقى الحيازة والتسديد، لكن تدخل الدفاع
تدخل الدفاع كانت هجمه جميله جدا والهدف والهدف من طرف اللاعب ايوب الخالقي وكره يعني غارت احد المدافعين لتستقر في الشباك شباك البينينيه. سنتابع الاعاده حتى نتاكد من مسجل الهدف، هل هو يعني اللاعب ايوب الخالقي ام كان كانت راس لاحد يعني المدافعين التي يعني غارت الحارس فابيان فارنول. الجمهور يعني يحتفل بهذا الهدف، كان تحرك جميل، كان هذا يعني عمل جماعي جيد يعني من الجهه اليمنى. نتابع الاعاده من التمريره والتسديد الخاطئ للاعب عاطف شحشوح وتواصلت المنافسه والكره البحث عن الكره هنا من طرف اللاعب ايوب الخالقي، وبالفعل كان المدافع البينيني ايمورو امويال هو الذي سجل اعتقد ضد مرمى. اذا تابع إعادة مرة أخرى من زوايا مختلفة. عندنا 4 أهداف مقابل هدف واحد. الهدف الخامس والمسجل الهداف عبد الرزاق حمد الله. عبد الرزاق حمد الله يسجل هدفه الثاني في المباراة والخامس لفائدة المنتخب الوطني المغربي 5-1. هجمة مرتدة سريعة، زكريا البيضة السريع يعني في اول تحرك وفي اول اختراق من الجهه اليمنى يتمكن يعني من تسجيل الهدف واحتجاج بدعوى وجود تسلل. سنتابع الاعاده حتى يعني تتضح الرؤيه. نتابع يعني ممكن نشوفوا الكره يعني ربما في انطلاقه العمليه على الاقل على مستوى يعني تسجيل الهدف ما كاينش تسلل، يعني الكره تاتي من الخلف عند اللاعب حمد الله. انطلاقة اللاعب زكريا البيض هي اللي كانت يعني موقع احتجاج لدى لاعبي المنتخب البينيني على اين 5-1 لفائدة المنتخب الوطني. الهدف الثاني للهداف اللاعب عبد الرزاق حمد الله، وما زلنا ننتظر يعني ربما الشماخ للمناسبة. والهدف هدف العودة، هدف الذي انتظرناه كثيرا، هدف اللاعب مروان الشماخ. قلت ننتظر هدف اخر من اللاعب شماخ لتدوين العوده لتدوين هذا الحضور لهذا اللاعب مروان الشماخ يسجل في مرمى الحارس فابيان فارنول. جميل جميل هدف يعني على ايقاع يعني ضربه زاويه وهدف كان الهدف الاول. تمريرة عمر القادوري وتسجيل اللاعب نور الدين امرابط. هنا اللاعب زكريا الابيض في ضربة زاوية منفذة بشكل جميل جدا وضربة رأسية، أحسن ختام يمكن يكون لهذه المباراة بهدف العائد مروان الشماخ يسجل مرة أخرى للمرة الثانية في شباك يعني بعد 10 سنوات يعني يسجل مرة أخرى في شباك منتخب البنين. Fucking nose and popping pills.